مرحبا، كيفكم؟ معكم همسة، واليوم جايبيتكم على سادس سنة لفاما Festival of Arabic Music and Art. فستيفال أنا متابعيته من بداياته. One of my favorite events that happens كل خريف بتورونتو. One of my favorite people behind this festival is the Canadian Arabic Orchestra. They're amazing, they're supportive, they're bringing this festival to us in Toronto and to everybody to enjoy our culture, our music, our art, even films this year. Let's check out FAMA 2022. Let's go. عمر نجار، انا بي ار مانجر بالاوركسترا الكنديه العربيه ومهرجان الموسيقى والفنون العربيه. الاوركسترا الكنديه العربيه بتعنى بنشر الثقافه والفن العربي بكندا. نحن بلشنا بميسيساغا وكان حضورنا بالجي تي اي خلال الست سنين الماضيه. من شي سنتين بلشنا نعمل تورز اكروس كندا، فعم نروح على بي سي، البرتا، كيبيك. السنة رحنا مانيتوبا، رحنا على نوفا سكوشا، وعم نلاقي صدى يعني رائع رائع. في تعطش للجمهور العربي، من الجمهور العربي للفن العربي، ونحن منقدم الفن العربي الأصيل. يعني نحن منقدم الكلاسيكيات إجمالا من القرن الماضي اللي كان أيام ازدهار الفن العربي. أنت بتعرفي بالثلاثينات من 1930 وطالع صار في زي ثورة بالموسيقى العربية، أحدثها أمثال عبد الوهاب، فريد الأطرش، اللي جابوا إنفلونسز من خارج العالم العربي على الموسيقى العربية، وكمان أثر بالموسيقى العربية على الموسيقى العالمية. فنحن هذا اللي بنقدمه، بنقدم الفن العربي الأصيل، وعم بلاقي قبول عند الناس كتير حلو وتفاعل كتير حلو. مهرجان الموسيقى والفنون العربية هو تظاهرة للفن العربي بكل أشكاله. يعني نحن بنقدم موسيقى، بنقدم مسرح، بنقدم فيلم، بنقدم عروض تشكيلية لفنانين تشكيليين عرب. الفكرة منه جمع الفنانين العرب وكل المهتمين بالثقافة العربية بهالجمعتين اللي بنعملها بالخريف من كل سنة، لحتى يصير في وجود ثقافي عربي جزء من الثقافة الكندية والArts and Culture Scene الكندي. وعم نلاحظ قديه عم يجينا حضور من غير العرب، وهذا نحن اللي بهمنا إن نعمل الثقافة العربية جزء لا يتجزأ من السين الكندي، لأنه نحن بالنهاية we are Canadians, we are presenting Arabic arts and culture in Canada. اسمي لؤي سنو، وأنا هون اليوم جاي أحضر اليوث أوركسترا، عندهم عرض. عندي ولدين من زمان، من 2016 كنا جينا عقد 2015، ببداية 2016 كان بداية المعهد الموسيقي الكندي وسجلنا أولادنا فيه. أولادنا حقيقة الموسيقى بجانب، هي مو بس جانب تسلية وإنما جانب أو ترفيهي، جانب أكثر منه ثقافي، جانب منه رعاية الشباب بطريقة محترمة وحضارية، وكمان كمان بيساعد على استحضار الكلتشر خلينا نقول العربي اللي جاي من الميدل ايست وزرعه هون ببلاد بكندا. ف الاولاد كثير مستمتعين بكون جزء من هذا المعهد وجزء من افكاره وجزء من حتى من خططه المستقبليه، والدليل عم نشوف تطورهم الملحوظ عن طريق الاهتمام الخاص بالمدرسين بشكل عام بالمعهد لكل الطلاب الموجودين هون. واليوم راح نشوف اكثر من 10 او 15 عازف كانوا صغار كثير وكلهم كبروا مع الاوركسترا وكبرت افكارهم وصاروا الحمد لله موجودين على المسارح. فهذا هذا جزء. الجزء الثاني فاما، كمان الفكره اللي اطلقتها الاوركسترا الكنديه العربيه، كمان حفل يعني خلينا نقول مهرجان كثير مهم للناس تجي تحضره وتتفاعل معه، لانه هو مو بس جانب في فني وترفيه، في جانب في ثقافي عالي من ناحيه المحتويات الموسيقيه، من ناحيه المطربين العرب او خلينا نقول الفنانين العرب اللي بيجوا على هذا المهرجان وبيقدموا الموسيقى العربيه خلينا نقول بافضل حالاتها واحسن حالاتها. فانا كمان من مشجعين المهرجان ومشجعين افكار الاوركسترا، بتمنى للجميع يشاركوا ويجوا يحضروا حفلات او اذا كانت اونلاين يشوفوها، لانه
فرحة كثير مهمة لإلهم ولأولادهم، وخليهم على اتصال بالموسيقى العربية بشكل خاص والموسيقى بشكل عام. Hi, my name is Naveen. بنتي اسمها لونا، صلى بالأوركسترا العربية شي 5 سنين تقريبا. We're very happy that she's a part of something as beautiful as and important as this. Beautiful event to attend to. You feel like you're surrounded by Arabic people, Arabic music. It's just an amazing event. So please come. مرحبا، أنا اسمي وسيم، بنتي لونا عطري بالأوركسترا العربية، هي عازفة البيانو وصلى معها بالأوركسترا العربية يمكن شي 6-7 سنين مع لميس عودة من طلاب لميس، وأنا بيتي بأيجاكس بالإيست أند، وصلي هالفترة كلها بجي كل أسبوع يعني بدون أي تفكير بدون أي تلكؤ، لأني يعني المبادرة تبعيتهم كتير حلوة، أفكارهم حلوة، دورهم بالمجتمع العربي بتورونتو بالجي تي اي حلو، ويعني احنا اليوم بالحفلة تبعيتهم، و hey, this is what it's all about for the whole year, we come for this، وسعيدين كتير، وأنا سعيد أنه همسة موجودة. والله يعني أنا بالنسبة إلي الموسيقى عندي شغلة كتير مهمة، فيعني أنه نحاول وصل نحن مين كناس يعني ككالتشر كمجتمع عن طريق الموسيقى، يعني هاي ما في أحلى منها كرسالة أو كفكرة. سو هنن بيمثلوني جدا، بيمثلوا الشيء اللي أنا مقتنع فيه واللي بحبه واللي أنا كتير passionate about. فبالنسبة إلي يعني هاي التمثيل المثالي عني أنا شخصيا، و I know for a lot of people as well. و يعطيهم العافية وعم بيكبروا وعم نكبر معهم، وبنصح الكل انه يعطيهم فرصة او حتى يعني شو يفرجوا نوع من الاهتمام انه يتعلموا بفعالياتهم شو اللي عم يساووا مشان ندعمهم اكثر يكبروا اكثر ويكون تأثيرهم بالمجتمع مو بس معنا بالمجتمع بشكل عام بالجي تي اي يكون اكبر. اسمي عبد الكريم حداد، بنتي الكبيرة كارول تاخذ روسي بيانو مع كنديان اربيك اوركسترا من سنتين. Such a pleasure انه نحن هون for the second year، ثاني سنة على التوالي. السنة الماضية حضرنا برضو حفلة الطلاب، كان شيء كتير ملهم لإلنا ولبنتي خصوصا إنه تشوف الطلاب اللي معاها بياخدوا دروس حاليا كيف حيكونوا بالفيوتشر، ميبي هي حتعزف مع الفرقة كمان إن شاء الله السنة الجاية إذا الله راد. It's a great effort by Canadian Arabic Orchestra. It's a great experience. We can share our culture, we can share our music with other people. It's a multicultural country end of the day, and we have to show ourselves. They are presenting a great opportunity to share what we did before, what we are doing right now in our community. Keep going, Canadian Arabic Orchestra. اسمي تماد الخطيب، بشتغل مع الأوركسترا الكندية العربية بالماركتينج تيم، وبشتغل كمان بالكواير، بغني مع الكواير بالأوركسترا الكندية العربية. بلشنا مع بعض نشتغل بال 2015 واستمرينا لحد هلا، ما قطعنا، ضلينا مسابرين رغم حتى ظروف كورونا اللي صارت من فترة، ضلينا مستمرين. بلشنا لايف، انتقلنا أونلاين، ورجعنا هلأ لللايف مرة ثانية عن جديد بفستيفال فاما 2022. برنامجنا هالسنة كتير منوع، في تميز من ناحية الأعمال اللي حتقدمها الأوركسترا الكندية العربية لهي السنة. الأوركسترا حتقدم عرض ضخم كتير كبير، حيكون بالأغا خان، هو عرض من إنتاج الأوركسترا، حيكون باسم ديوان في الغزل والشعر. فاما 2022 رسالته لهالسنة حتكون مثل كل الرسائل اللي كانت في السنوات الماضية، واللي هي أنه يبرز جميع أنواع الفنون العربية بالإضافة للفنون اللي ممكن نتفاعل فيها مع ثقافات أخرى بحكم وجودنا بكندا، وهي ميزة كتير مهمة بهذا البلد. أنا اسمي علا صلاح. I worked with the Canadian Arabic Orchestra on FAMA 2021 as a project manager, and I was a volunteer with them for many years before. وأحلى شيء بفاما إنه هو دي يجمع الجالية العربية كليتها على حب الموسيقى والفن، ودي يذكرنا بأحلى فترات حياتنا من ناحية الفن العربي، ودي يقدم هاي الأشياء للي مو بس الجيل الجديد وإنما لهواية كولتشرز ثانية وناس من بلدان ثانية هواية دي يتعرفون على حضارتنا بطريقة كلش حلوة. ف congratulations on an amazing festival and best of luck to the orchestra. مرحبا، my name is Rand. I volunteered with the Canadian Arab Orchestra before, especially on FAMA.
بصراحة it's a great project that the Arabic or the Middle Eastern community وحتى other communities in Canada need to kind of get introduced to the beautiful culture, the beautiful music that we have around. They do amazing, amazing festivals and concerts throughout هاي الفترة اللي هي بين October and November, and people love to attend. We are here today to attend as well, so it's a pleasure and best of luck to them. أنا اسمي سوزان حموي. أنا أول مرة, هي أول سنة بحضر المهرجان الفنون والموسيقى العربي. أول مرة وبشارك فيه أول مرة. صار لي أنا تقريبا سنة بكندا, لذلك هي أول مرة. أنا مبارحة كان إلي مشاركة مع الأوركسترا العربية الكندية بمعرض رسم اسمه نوستالجيا حنين. هو معرض صار بالتشارك مع الكونسرت تبع الأوركسترا العربية الكندية اللي هي عن الموشحات من ميزوبوتاميا وحتى الأندلس. هلا أنا كشخص, أنا أول مرة بحضر المهرجان. أول شيء كنت أنا يعني very impressive بالتنظيم وبالدعم اللوجستي. نحن أنا شخص شاركت فيه, فكان لي تنسيق مع الشباب اللي بيشتغلوا بالدعم اللوجستي, كله تم تنسيقه بشكل رائع جدا. ما تعذبت يعني, كان في تواصل سهل بيناتنا. وبعدين اما جيت لهون على هذا ديجا صاله كثير حلوه, وبالنسبه لي كشخص كان عنده معرض كل الاشخاص قالوا لي انه صاله العرض كثير كانت موفقه. حضرت بعدين الحفله مشان اسمع الاغاني اللي رسمتها. طبعا انا ما راح احكي على الاوركسترا لا حكي عليهم, اللهم يعني ما شاء الله عليهم كلياتهم. هلا انا طبعا يوم ثاني حفله راح احضرها لليوث, فان شاء الله يعني انا كثير متحمسه للشباب والصبايا, وان شاء الله بنشوف. بضل انا بكمل معهم, يعني انا هذا طموحي انه اضل كمل معهم في كل المهرجانات القادمه. Bring their students to the conservatory, especially the CAIO members, where they come for many rehearsals and sometimes late in the evening when they are working with us in the Canadian Arabic Orchestra. So thank you. You are amazing. You can have a class. أكبر مسكن في هذه الغابة هو بيت شرشور, أليس كذلك؟ ماذا؟ مسكن شرشور هو الأصغر والأوسخ في الغابة. ماذا تقولون؟ My name is Raghda Miati. I'm here in Canada since 2019. وأنا من لما جيت كنت عم فتش لبنتي على مركز تتعلم فيه, تابع فيه دراستها الموسيقية, لأنه هي أصلاً ديجا مبلشة, كانت من لبنان مع الياس بأكاديمية الياس الرحباني. ولما عرفت بالكنديان عربيك كونسرفاتوري يعني كثير تحمست, وهي هلا عم تدرس معهم بيانو وفيولين, وهلا هي بالاحتفال كان مكان بالكورال معهم. وبالنسبه لفاما انا بعتبر انه هيدا انجاز كثير كبير للكوميونتي العربيه. نحن ما حسينا حالنا ببلد غريب, هن نقلوا الثقافه العربيه كلياتها لهون, فنحن حسينا حالنا محاطين بناس بيقدروا الفن ورفعوا مستوى الفن بكندا. فمنلاقي جمهور كتير كبير مش بس عربي, حتى منلاقي أجانب عم يهتموا بالثقافة العربية من خلال اللي عم يقدموا لنا إياه. ونحن بنتمنى لهم دائما النجاح ويكونوا على مستوى أكبر من كندا أصلاً. مرحبا, أنا اسمي أروى. نحن سكان نياجرا فولز. سمعنا على العرض اليوم ويعني حبينا نجي لأنه شيء بذكرنا بطفولتنا وأغاني من طفولتنا, فجبنا أولادنا وجينا. إحنا أجينا لهون لأنه إحنا عرفنا عن فيستيفال فاما وإحنا بنعرف عنه من زمان. إحنا صراحة هاي أول فرصة بتجينا نيجي نحضره, وشغلة كتير حلوة إنه يكون في هيك برامج ثقافية كتير للعرب موجودة بكندا. إحنا المتغربين هيك, مو بس إلنا وللناس كمان, إحنا نعرفهم عن ثقافتنا. فإحنا كتير فخورين إنه أجينا هون وجبنا بناتنا يحضروها. وعن جد عرض كتير حلو, عن جد لذيذ, يعني هيك من الطفولة وجميل. يمكن إنه الأغاني كانت كل
We just want Cindy Bard next year. Fantastic. I really liked it a lot. The song when they were singing the happy birthday song in Arabic, that was perfect. And I remembered very well the music of Ala Eddin. It rang the bell. And Captain Majid, I think it was good. It was very good memories to just bring back. من بالسن اللي قدموه اكبر منه. Thank you. It was amazing. Honestly, we had so much fun. It brought back memories. We loved it. I would come again. It was amazing. These kids are like, they are very, very good. They have developed so much within such a short period of time. So we're very proud of them. Hi, my name is Kinan Zagher. I play the clarinet in the Arabic Youth Orchestra. Today we performed the Once Upon a Time concert. We performed the cartoons that we used to watch as kids, and it was a very nostalgic experience. I really enjoyed it, especially watching everybody in the crowd clap because of the music and their nostalgia. Orchestra for around 7 years. My dad actually is Wafa Zagher. He's the one who started it. So it's been a pleasure to work with my dad, and I've been progressing with him from the beginning. I currently work as the advertising manager in the orchestra, and I take care of the advertisements in the actual concert. You know, it was a dream, to be honest. Not only them. The rest of them are my kids. I feel in home, they are growing in front of me as my kids. I really love them all the same. But those two, always make me proud. On stage, backstage, off stage, they are doing a great job. I wish they continue my dream and make this organization bigger and bigger and host more people, more students, more audience. One of the songs that we played today was Sinan, and it really warmed my heart to know that my dad was named me off of a cartoon that he really enjoyed as a kid. Yeah, actually, I do like that song. Actually, it's really represent what we are doing and my feelings. Wallahi. Fatah Al Tubaji, Abdul Al Tubaji. I've been playing with the orchestra for 5.5 years. I've been playing violin for 6 years. Today we just finished the Once Upon a Time Kayo concert, and it was a very great experience for me because I got to learn from my teachers. And I got to learn from everyone around me. So I enjoyed my time with other, even like people that play other instruments, where maybe I haven't learned as much from them, but I got to hang out with them and get to see, learn about them more. It was a very good concert because it was dedicated to like our parents, like my parents, and to me, to see how it was back then and how they would live. Like I heard Lamis, the co-CEO of the orchestra, named her son after one of the shows, one of the songs. So that is really cool to learn about and to see all these things. It was very, very inspirational. And I really hope the kids even younger than me enjoyed it. So Hi, my name is Hadia Kamal, and I'm a member of the orchestra من حوالي 5 سنين. And it's been a very pleasant journey. This year our FAMA, as usual, it's catered to many tastes. We have several concerts. برح كان الكيك-off بالchoir, our performance, which was one of the biggest performances of the festival. And عملنا مرشحات. Today we're doing something that's more, little bit more cute, fun, energetic. أغاني لمسلسلات الأطفال. And we're doing, I think we have several. We have actually Marwan Egg is coming, Marwan Khoury is coming, and we have Wen, which is an original music created based on poetry, on old poetry that are written for love. With the orchestra, my experience has been like it's a game changer for me personally. We're a very diverse group of people من كل البلاد العربية. Everyone is coming with a big objective, which is to enjoy music and to deliver beautiful music to the Arab audience in Canada, which is something very rare. لأنه ما فيش organization تانية أو ما فيش organization as big and as professional that does that.
our pool of audience has grown so much in the past few years. Most of our concerts are sold out. لما بنطلع على التورز على other provinces, you can't imagine how people are emotionally engaged with our concerts. They await our concerts. They buy them right away. Like I remember in our past tour, we sold, I think, most of our tickets of the coming tour in the past tour. فلا الحمد لله يعني it's an amazing experience. I'm very privileged and blessed to be actually a member with them. My name is Luna and I've been playing piano for 5 years now. I joined the orchestra maybe 4 years ago and my experience with them has been amazing. It's opened many opportunities for me and honestly like the whole entire thing it's just been great. And like to this concert today, I worked really hard and so did everybody else in the group and I'm really proud of everybody. Hi, my name is Natalie. I am a flautist and guitarist in the Canadian Arabic Orchestra and Youth Orchestra. I've been with them for about a year, year and a half now, and it's been an amazing experience. Just the fact that music itself brings everyone together, I think that that's a wonderful thing. And I think that I've been able to build really strong friendships, which I'm really grateful for. And this concert especially really brought me back to all those times when I was really, really young where we had all those animations and it was just a really warm, cozy, reminiscent feeling for me. So I'm really glad that I was part of it. حلو بياخذ العقل الشباب الصغار كثير حلوين اشتغلوا شغل كثير حلو يعطيهم العافيه ويعطيهم العافيه كمان للي عم يدربوا وعم يشتغلوا وينسقوا هيك برامج. بنتي صار لها 5 سنين معهم عم تتدرب معهم وعم يشتغلوا عليها الاساتذه وعم يطلعوا شغل حلو. My name is Michaela and I've been in the orchestra for about 5 years. This concert was really good because it got us to show how maybe the cartoon we watched or our parents was really good. Because we saw like in the past how we played and how we have developed, so it was really good to show that. يعني today it was a lot of fun. حتى نحن يعني كperformers كنا كتير 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 مبسوطين على الستيج. حاسين حالنا صغار, حاسين حالنا كبار وعم نرجع صغار. The energy was amazing. Kids كانوا عم يلعبوا وما عاد سميهم kids ما شاء الله صاروا شباب. So the youth orchestra were playing amazingly. هيك it was a show to remember دائما. كتير كتير كان طاقته حلوة and we enjoyed it to the max. مع الأوركسترا شي 4-5 سنين بلشت كفوتوغرافر كتير حبيتهم وما عدت فوتوغرافر. صاروا عيلتي هلا صرت واحد من العيله صرت بشغل الفوتو فيديو برودكشن اضاءه صوت كل شيء. احلى شيء فيهم احلى شيء بالاوركسترا انه الكل بيحب الكل والكل بيحب شو عم يعمل والكل عم يشتغل على انه الايمج تبع الثقافه العربيه من خلال الموسيقى توصل للمجتمع الكندي بطريقه حلوه. تشيرز.